موزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. ألوغ اليوم كما تعرفوا الكل دونك حضورنا كان استجابة لدعوة تقناها من سيد ياسر الفخاخ كرئيس حكومة مكلف بتشكيل الحكومة، وفي الحقيقة استمعنا خلينا نقولوا إلى خطوط كبرى، ما دخلناش في جزئيات، إلى خطوط كبرى اللي نتمناو كونها تكون قادرة أنها تجابه التحديات الاقتصادية والاجتماعية اللي قادمين عليها الفترة الجاية، والاتحاد الشعبي الجمهوري على كل باش يكون مع كل مبادرة صادقة ومع كل نية صادقة كونه يكونوا موجودين أو لا. هذا بالطبيعة يرجع إلى قرار، يرجع إلى مكتب سياسي ويرجع لقواعدنا، لكن احنا سنكون ستكون عندنا موقف ايجابي تجاه كل حكومه سياسيه باش تتشكل. سنصوت للحكومه السياسيه التي ستشكل بنيه دعم المسار اللي ماشيين فيه، وبنيه كونه نحاولوا على الاقل كونه نخرجوا البلاد من الازمه اللي هي. انا قلت لك الانطباع الحقيقه كان ايجابي، وكنا استمعنا قلت لك الى خطوط عريضه، ما دخلناش في جزئيات كبيره، لكن استمعنا الى خطوط عريضه من خلالها فما على الاقل نوايا صادقه في كونه يتلم الشمل وكونه نوصل لحاله من الاستقرار في البلاد. ما وصلناش باش نقولوا عنا تحصل من بعض الاحزاب. احنا كما تعرفوا احنا حزب عنا برنامج، وكما صرحنا قبل الاشكال اللي كان عنا قبل انه ما كانش فما برنامج باش نتلموا عليه. اليوم كما قلت لك احنا نقول ونعاود اللي احنا عنا نظره ايجابيه نظرا لصدق النوايا اللي سمعناها، ويعني المسار مازال قدام والمشاورات مازال. الاشكال ماهوش في العدد، هو الاشكال اللي في كثافه. احنا ماذا بينا تكون حكومه مصغره، او المشكل ماهوش في العدد قد ما هو المشكل في 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 فوالا في النجاعه اكثر منه عدد.